نروح لمقر النادي الاهلي بالشيخ زايد وزميلتنا هنا ابو القاسم. مساء الخير يا هنا. برحب بيك طبعا يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. ومن داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد هنقل لكم بقى كل الاجواء وكمان الاستعدادات قبل انطلاق المباراه المرتقبه القمه رقم 126 بين طبعا بقى بطل الدوري، بطل افريقيا، بطل السوبر المصري، وبطل كاس مصر النادي الاهلي ونادي الزمالك. يعني خلوني في البدايه ابدا بالاجواء. الحقيقه انه الاعضاء بالفعل بداوا يكونوا متواجدين في النادي، يمكن طبعا مش بالعدد الكامل لان لسه فاضل حبة ساعات على المباراة، لكن هما بالفعل متواجدين وأكيد العدد هيزداد مع الاقتراب لموعد المباراة. خليني بقى أنقل لحضرتك بعض تعليقات الأعضاء قبل انطلاق المباراة. طبعا بيكون في بعض الأحاديث الجانبية قبل اللايف، حيث كله بيؤكد أن هو على موعد مع مباراة ممتعة لكل عشاق الكرة المصرية. يعني طبعا النادي الأهلي خلاص بقى حسم بطولة الدوري، نادي الزمالك كمان هيلعب بدون أي ضغوط لأن خلاص تم حسم بطولة الدوري، فإن شاء الله بقى هتكون مباراة ممتعه لكن هتكون من نصيب النادي الاهلي وهنكون بنحتفل مع حضراتكم عقب انتهاء المباراه. ده على صعيد الاجواء. خليني بقى اقول لحضرتك كمان اخر الاستعدادات داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. لانه في مجهود كبير جدا مبذول من قبل اداره النادي، موفرين عدد مهول من المقاعد طبعا لخدمه الاعضاء، لان زي ما احنا عارفين ان اعضاء النادي الاهلي بيحبوا يتابعوا المباريات داخل النادي، بتكون بقى في اجواء الحقيقه مميزه جدا واهلاويه خالصه. لذلك طبعا موفرين بقى عدد كبير جدا من المقاعد، يعني كل الاعضاء بقى تقدروا تيجوا وتستمتعوا بالمباراه في اجواء مميزه جدا. يعني دي الاجواء وكمان الاستعدادات. طبعا قبل ما اختم كلامي بتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي، ان شاء الله بقى يكون لينا تغطيه خاصه مع الاستوديو طبعا بقناه النادي الاهلي عقب انتهاء المباراه. والان العوده لحضرتك مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا الزميله العزيزه هنا ابو القاسم.